ممكن تكلمني عن وجودك النهارده في مهرجان القومي للسينما المصريه؟ انا من وانا صغير وانا طفل كنت بتابع المهرجان القومي للسينما. الاول خالص كانش فيه غيره, يعني ما كانش فيه فعاليات حاجات كتير بتدي جوائز وتقيم. ودلوقتي بقاله 22 سنه بقى حاجه كبيره قوي مهمه, لان الجوائز بتاعته جوائز اوريجينال, جوائز اصلي, فيهاش اي حسابات غير راي اللجنه والناس انه الممثلين او الافلام الفايزه انها تستحق من وجهه نظرهم انها تفوز من غير حسبه. يعني عشان كده هو بيقوى وقيمته تفضل فيه. المهرجان ده اول جوائزه كان الاستاذ عادل امام, وطبعا الاستاذ العظيم الله يرحمه احمد زكي, والاستاذ العظيم محمود عبد العزيز الله يرحمه, والاستاذ نور الشريف, والاستاذ محمود حميده, وهكذا من النجوم الكبار اللي شكلوا التاريخ ويستحقوا كانوا الجوائز عن الافلام دي. ما بين الارهابي وما بين مولانا, دول افلام الناس شايفاهم بتقاوم الارهاب وحاجات كده, لا, كل الافلام بتقاوم الارهاب, كل الافلام اللي بتبسط الناس وتسليهم وتضحكهم بتقاوم الارهاب. المزيكا بتقاوم الارهاب, لانه اللي بيسمع مزيكا حلوه ويتفرج على فيلم حلو ينبسط فيه ويضحك, او حتى اكشن فيلم مسلي, بس هو مش ممكن يقتل او يبقى عنيف. علشان كده انا بعتبر, يعني نفسي اقول ان الفنانين دول طيبين قوي, فرحموهم. فنان عمرو سعد نجم السينما, تقييمك ايه للسينما في السنين الاخيره؟ يعني في مشكلة شوية في رأيي, انه الانتاج ما بقاش جريء وعدد الافلام قل. مصر كانت بتنتج في الاربعينات, ضعف عدد الافلام دي, ضعف ويمكن اكتر من الضعف. فلما ده يحصل يبقى خطر, بس انا متفائل, انا بطبع متفائل انه الحكاية هتمشي احسن, خاصة انها اتطورت, عندنا احسن ناس في الاخراج واحسن ناس في التصوير, والله العظيم ان احنا ممكن نعمل افلام عالمية. الفيلم المصري اللي بيبقى بيبهرنا وممكن يروح في اي حته في العالم يعجب الناس ويبهرها, متكلف واحد على 300 من فيلم امريكي, فتخيل لو عندنا الامكانيات. عمرو, ايه الاعمال الجايه اللي انت بتحضرها؟ انا بستأنف تصوير بركه, وبعدين ان شاء الله هبدا في الفيلم الجديد بتاعي بعد ما اخلص تصوير مباشره.